فقرة اسمع مني بيسعدني رحب بضيفتي زينة الضروب، أهلا وسهلا فيك، مدربة في تطوير الذات والقيادة، وحضرتك عامل كتاب عن الخسارات العاطفية. شو هالعنوان؟ هلا برجع بسألك أنا، ليه الخسارات العاطفية بالتحديد؟ رح يكون هو موضوعنا لهالحلقة. خلينا أول شيء نعرف شو هي الخسارة العاطفية، أو أي متى بتكون هيدي عن جد هي خسارتنا العاطفية. الأكثر شغلتين بخوفونا وبخوفوا الإنسان بالحياة هن الخسارة والموت. ونحن من وقت ما بنخلق كل شيء بنتعلمه من نحن وصغار، بنتعلم كيف كل الوقت لازم نربح، يعني استراتيجيات الربح، استراتيجيات الانتصار كل الوقت، بس ما حدا بيعلمنا إنه في محل من المحلات في استراتيجية لحتى ننهزم، لازم ننهزم ولازم نخسر ولازم نفشل. ليه؟ لأنه كل الوقت نحن مبرمجين أنه الخسارة هي فشل، الهزيمة هي ضعف، وكل هول الأمور. فبالتالي بتجي الخسارة هي كلمة كتير كبيرة بتهدنا، ويلي منعمله نحن منهرب منها. منشان هيك الخسائر هي تعد، كلمة الخسارة بحد ذاتها هي كلمة إلها وقع كتير كبير علينا. هلأ الخسارة العاطفية مثل ما اسمها بيقول هي خسارة عاطفية، معناتها إلها تأثير سلبي أكيد، تأثير عاطفي، تأثير نفسي على مجريات حياتنا. نعم. إذا بدنا نعرف عنها للخسارة العاطفية، وفينا نقول أكثر من هيك إنه هي تجربة إنسانية فريدة من نوعها نحن بنمرق فيها بحياتنا. وضروري نقطع فيها بحياتنا. هل هي بتكون أصعب الخسارات كرمال هيك ضوينا عليها؟ هل قد نحن بنتأثر بمشاعرنا أو مشاعر الأشخاص اللي بيكونوا محيطين لنا؟ طبعا، لأنه بالخسارة في أنواع من الخسائر نحن بنتعرض لها، في خسائر صغيرة، في خسائر كبيرة. وكل هول الخسائر هندي بيدخلوا لجواتنا، لدخلنا. أكيد كيف نحن اليوم طريقتنا أنه نتعاطى مع هذه الخسائر، كيف نحن نطلع أو نواجهها أو نتعامل مع هذه الخسائر، هي أكثر شيء بيوجعنا، أكثر شيء بيعطينا ألم. منشان هيك منشوف أنه كتار من الأشخاص بيهربوا كتير، بيكون عندهم هروب من الألم لما يتعرضوا لخسارة، وبيفضلوا دايما أنهم يربحوا. كيف تأثر هذه الخسارة على حياتنا؟ أو كيف تبلش؟ يعني كيف منعرف نحن أنه صار عنا خسارة عاطفية؟ ويمكن بكتير مرات منضطر نحن نقدم على أنه عن جد نقدر نخسر حدا بحياتنا هالقد بيكون نحن مأثرين فيه. صح. هلا يمكن نحن بنربط كثير الخسائر بفقدان انسان عزيز، او يمكن ممكن نخسر صديق او نخسر علاقه، انما الخسائر هي انواع. واذا بتفكري فيها ميرفات، نحن كل يوم عم نخسر بحياتنا. نعم. نحن كل يوم عم نخسر فرصه، عم نخسر حلم ما تحقق، عم نخسر امنية ما شافت، ما ابصرت النور حتى. نحن عم نخسر احلامنا، عم نخسر ذاتنا. هيدي مش من تجارب الحياه طبعا، وهيدي تجربه ضروري انه نحن نقطع فيها. نحن كل يوم عم نتعرض لهذه الخسائر، انما بتجي الخسائر الكبيره يلي على مدار السنين بتهدنا. هلا اكيد لما نحكي عن الخساره العاطفيه او الموت بشكل خاص بالتحديد، لما نفقد انسان عزيز، طبعا هيدي وحده من أقوى الخسائر إذا بدنا نسميها. نعم. وطبعا تأثيرها بده يكون أقوى كمان على حياتنا، لأنه بتشمل كل الأصعدة بحياتنا، يعني حتشمل حياتنا الشخصية، الاجتماعية، العملية، النفسية، أكيد العاطفية والروحانية حتى كمان. نعم. ليه دايما بس نقول الخسارات العاطفية؟ دغري منروح على العلاقات العاطفية، الشريك، يعني ما منضوي أنه لا نحن فينا نخسر حدا مثل ما قلتي صديق أو حدا. صح. من العائلة أو حدا مقرب، لدغري منركز أنه يعني حبيب أو حبيبة. صح، لأنه دايما العلاقة مرتبطة بشخصين. نعم. وأحلى شيء بالعلاقة لما يكونوا الشخصين مع بعضهم، وكلمة الخسارة أنه نحن نفقد. نفقد يعني معناتها أنه الشخص بيكون معي وبعدين أنا بفقده، ببطل موجود. نعم. منشان هيك نحن بنقول أنه هيدي الخسائر كتير بتوجعنا، لأنه نحن معودين كل الوقت يكون عنا تعلق بالأشخاص الموجودين بحياتنا. ففكرة الانفصال أو أنه نفقد هول الأشخاص أكيد حيكون لها تأثير كتير سلبي على حياتنا. لأنه فكرة أنه نحن معودين عليهم، كل يوم بنشوفهم وبنحكي معهم، حياتنا كلها مبنية على أنه أنا والشخص الآخر. مش أنا وذاتي، أنا والشخص الآخر، أنا والشريك يعني. صح. شو ما كان ليه منقرر نحن أنه خلص بدنا نوقف عند حد بعلاقة معينة؟ هل بنكون نحن قاصدين أنه نرجع حالنا؟
ايه مثل ما بقول لك لانه نحن ما توقعت تقولي لي ايه اكيد ايه أوكي. اكيد ايه لانه نحن ما بنعترف انه فينا نخسر. نحن معودين كل الوقت بدنا نربح كل الوقت انه كل الامور مفروض تمشي مفروض ضلها ظابطه مفروض انه كل شيء ضل مثل ما بقولوا بيرفكت يعني مثالي بشكل مثالي. فاي شغله صغيره بتهدد اي علاقه او اي شراكه نحن بنعتبر انه انا انهزمت فيها او انا خسرت فيها. نعم. هو المطلوب انه نحن نقبل خسائرنا لانه ايامات في خسائر بتكون لمصلحتنا. اوكي. كيف نحن نقدر نتخطى هذا الموضوع؟ وهل بدها وقت كثير؟ أكيد حسب نوع الخسارة. أكيد لما نحكي عن أكيد بتفرق أنواع الخسائر. لما أكون أنا عم بخسر اليوم إنسان عزيز بحياتي اللي هو الموت أكيد وقع هيدي الخسارة حتكون كتير قاسية على حياتنا وأكيد حتشمل كل صعد حياتنا من الجسدية من النفسية العاطفية مثل ما قلنا وحتكون أكيد باللي هو المشاعر السلبية اللي نحن بنتعرض لها بمواجهة هيك خسائر. أكثر شيء خسائر نحن نفقد إنسان عزيز علينا هي من أقوى الخسائر أو بنسميهم خسائر الموت هن من أقوى الخسائر نحن بنتعرض لهم. ومواجهة هيك أنواع من الخسائر طبعا لها تأثير كتير سلبي على حياتنا. يعني بندخل بمشاعر سلبية بندخل بمراحل اللي بسموها مراحل الحزن. دكتور إليزابيث كوس روبلر بتقول أنه في مراحل حزن نحن بنقطع فيها يلي هي أول شيء الإنكار بعدين المساومة بعدين الاكتئاب بعدين القبول الغضب والقبول. فهول المراحل الخمسة وما ضروري يكونوا وراء بعضهم أكيد بس هول المراحل هن مراحل الحزن أو الجريفينج نحن بنسميهم لازم نقطع فيهم بنقطع فيهم. هلأ مش وراء بعضهم ما ضروري يكونوا وراء بعضهم كل إنسان بيقطع فيهم بطريقة محددة بس أكيد ضروري نقطع فيهم وهول هن المراحل يلي بيساعدونا نحن نتخطى آلام وفقدان الخسارة يلي نحن تعرضنا لها. يعني هيدي المراحل بتبين على الإنسان يعني شو علامات اللي بنظهر فيها نحن لما بنكون واقعين بهيدي الخسارة؟ أكيد الخسارة يعني الرد السلبي عليها التأثير السلبي عليها هو الحزن. نحن لما نفقد بيكون عنا شعور نتعرض للحزن. الحزن هو تجربة فردية ذاتية إنسانية بنقطع فيها نحن بحياتنا وهو ردة فعل طبيعية على الخسارة. نحن لما نخسر حدا أول ردة فعل طبيعية اللي هي الحزن. ونحن بهول المراحل الحزن أكيد بنقطع بمشاعر كتير مثل ما قلت لك أول شيء العوارض اللي ممكن تكون منحس بالغضب منحس بشعور بالذنب منحس أنه نحن فقدنا الشخص يمكن كان في أشياء بدنا نقول له إياها ما قدرنا قلناها منحس أنه ما عشنا فترة مظبوطة كافية مع الأشخاص يمكن كان لازم نحبهم أكثر لما كانوا موجودين. فهيدي المشاعر كلها نحن بتقطع جواتنا وبتأثر على حالتنا الجسدية مش بس على هيدا التأنيب ما بيأثر بس على علاقتنا بالأشخاص اللي حوالينا طبعا بيأثر على المجتمع كله حتى لأنه نحن مع حالنا منبلش نحن شعور بالذنب ببلش مع حالنا بعدين بيصير يتوجه للآخرين حوالينا وبنصير عم تضعف مناعتنا نحن بنسميها بتضعف مناعتنا النفسية. لما تقشط مناعتنا النفسية من جراء هيدي الصدمة بنبلش نحن تطلع هيدي المشاعر السلبية لحتى تعبر عن حالها. هلأ بالإيامات العادية اللي بتصير بهيك حالات نحن شو بنعمل بنخاف. ما في حدا ما يخاف من الخسارة بنهرب بيصير في عنا ألم كتير قوي لأنه بنقول أنه أنا ما بدي أتوجع فشو بنعمل بنسكر هيدي العلبة إذا بدنا نسميها أو إذا بدنا نسميها هيك نشبهها مثل بمرطبان إزاز وبكون مسكرين عليه كتير منيح بنبلش نعبي أول شيء بأول فترة لما نتلقى الصدمة الخسارة بنعبي كل هيدي المشاعر السلبية بنبلش نعبيها بقلب هيدا المرطبان وبنسكرها مسكرة كتير منيح وبيكون الغطاء هو إذا بديك الغطاء بيكون مثل الحماية عم يحمينا من أنه أنا ما بدي أتعرض للألم أنا ما بدي أنوجع أنا خسرت بس هذا مش نوع من أنواع الكبت؟ طبعا هيدي بأول فترة هيك بتكون بعد فترة عقلنا الباطني أو وعينا الباطني بيجي بده يعبر عن حاله بكون نحن ارتحنا زبطنا حياتنا بلشت تمشي مزبوط بلشنا نتعود على تهيألنا على الحقيقة تقبلنا الحقيقة. هون على الضغط تبع المشاعر السلبية طبعا المرطبان بده يفتح فتبلش تطلع كل هيدي المشاعر لحتى تعبر عن حالها. وهون كمان الأشخاص بخافوا بفكروا أنه أنا شو بني شو صار لي أنه أنا ما كان بني شيء على أساس أنه قطعت هيدي الخسارة بالفعل. شو صار هلأ هو بكل بساطة بيطلع أنه نحن هيدي المشاعر بتطلع لتقلنا أنا عم بشفيكم
انه في عنا مشاعر سلبيه بدها تطلع تعبر عن حالها ونحن مفروض نقبلها. يعني لما يكون الانسان عايش بهيدي بلشت تبين عليه هيدي العوارض من بعد ما كبت مشاعره، هون بكون عم بيشفى. صح، هيدي مرحله مع انه بيظهر عليه يعني علامات غضب اكثر ما لازم تكون. صح. بالاول غضب، ومش بس هيك، حتى كمان صحتنا بنحس انه في تدهور كمان جسدي وما بنعرف من شو وبصير عندنا دقات قلب سريعه ايامات، بصير عندنا انكزايتي قلق توتر، حتى مخاوف هواجس للمستقبل، انه انا شو بدي اعمل، شو بدي يصير فيي، شو بدي يصير بعائلتي. كل هيدي امور طبيعيه، مشاعر طبيعيه اذا نحن فهمنا كيف وقع هيدي الخساره علينا وعرفنا كيف نتعاطى معها. هل فرق العمر يختلف بالتعاطي مع المواضيع اللي بنمرق فيها بالحياة؟ يعني فترة المراهقة شيء، فترة النضوج شيء؟ أكيد طبعاً. فرق ما أكون أنا بعلاقة حب إذا كنت مراهقة، وفرق ما أكون أنا ناضجة بعرف أعبر عن مشاعري أكثر، بعرف ديرة أكثر. وبنفس الوقت كمان بقول لك إنه أيامات حتى لو منقطع يمكن فترة كبيرة من عمرنا وبنوصل لمحل بنقول إنه إحنا ناضجين فيه، وقع الخسارة بخلينا عن جد ما نعرف شو لازم نعمل. يعني الخسارة هي بتخلينا نكتشف طريقة تعاطينا مع الأمور. أكيد الخسارة هي، أنا بقول بكتابي الخسارة هي اللي علمتني، يعني بقول الموت هو اللي علمني، هو كان أكبر معلم لإلي بالحياة وعلمني كيف أقدر أطلع من أني يكون خسراني لحتى أقدر أربح ذاتي. لأنه أخطر خسارة ممكن نحن نقطع فيها هي خسارة الذات. يعني في أخسر مصرياتي، في أخسر بيتي، في أخسر ممتلك، في أخسر اللي بدك. بس أصعب شيء لما نحن نخسر زيت، لما نحن نخسر زيتنا. إذا خسرت زيت أنا خسرت كل شيء، ما بقى عندي شيء، ما بملك شيء. نحن هون كيف بنقدر نعطي نصائح للأشخاص اللي عم بمروا بتجارب قاسية وصعبة وهن كمان الخسارات العاطفية؟ طبعا أول شيء الصبر، الصبر والإيمان، وأكيد الذكاء العاطفي. الخسارة هي مرحلة طويلة ومنا محددة، ما بتتحدد بفترة زمنية، إنما هي مرحلة بدها صبر وبدها تأقلم. ونحن يعني بتقولي مرحلة طويلة ممكن تروح سنين؟ في ناس ببلشوا من 4 أشهر ل4 سنين، وفي ناس بتضل علقانة بخساريتها وما بتطلع منها أبدا. وكيف بيقدروا يكفوا حياتهم بطريقة طبيعية؟ يكف أكيد طبعا حسب أنواع الخسائر. في خسائر طبيعية عادية اللي نحنا ممكن نطلع منها من خلال الذكاء العاطفي مثل ما قلت لك. شو معناتها؟ معناتها أنه نحنا يكون عندنا مرونة نقدر ندير مشاعرنا، مش مشاعرنا هي اللي تديرنا. نحتوي الحزن، نحتوي هيدي الخسارات اللي موجودة عندنا، نتركها تعبر عن حالها لأنه هي مرحلة وبدها تقطع. هي أولا. ثانيا نعتني بصحتنا الجسدية أكيد، لأنه تأثير الخسارة نفسي حيأثر على صحتنا. فأكيد من خلال التمارين الجسدية، الرياضة، التأمل، التنفس، لأنه النفس بيساعدنا كثير أن نقدر نطلع كل هيدا الغضب والحزن يلي موجود جواتنا. الذكاء العاطفي أنه أنا دور الزوايا، كيف اليوم أنا بدي أكون مرنة، بدي أتعاطى مع هيدي الظروف، بدي أقبل، بدي أكون عندي قبول، رضا والتسليم مثل ما منقول، يعني رضا والتسليم. أنا بدي أقبل الواقع اللي أنا عم عيشه، وبدي أعرف أنه هيدا الواقع هو بس مؤقت وبعد شوي رح يرجع يمشي الحال. هلا هيدا عم نحكي عن حالات الخساره العاديه الطبيعيه. في خسائر بيقولوا كومبلكس لوس، يعني هن بيكون فيهم تروماس، بيكون فيهم صدمات كثير قاسيه. بهيدي الحاله اكيد نحن بحاجه لاخصائيين نفسيين، لمرشدين اجتماعيين نفسيين يساعدونا بهيدي المرحله. وطبعا في دعم الاهل، الاصدقاء بيلعبوا دور كثير مهم، ومحترفين اخصائيين، لانه ايامات نحن بحاجه لحدا غريب مثل ما بيقولوا نفضفض له، نحكي له، يعرف كيف يحكي معنا، يعرف كيف يطلع كل هالمشاعر. واحلى شيء انه يقدر يوجهنا صوب القوه والايمان، وعن جد نحن نؤمن بانه في عنا معنى. يعني الخساره هي لتعلمنا انه في معنى بالحياه. صحيح. في هدف بالحياه من جراء هذه الخساره. نحن ما جايين لحتى، انا بقول كمان بكتابي، نحن جايين لحتى ننضج، مش جايين بس لحتى نعيش الحياه مثل ما هي. والخساره هي احد الامور يلي بتخلينا نحن نتطور ونوعى وننضج بالحياه. يعني ان شاء الله الخسارات بتكون خفيفه على قلوب أكيد. الاشخاص وما يتاثروا فيها نفسيا، لانه نحن بنعرف انه مرات الخسارات وخاصه العاطفيه بيكون خارج عن الاراده. صح. بتوجع كثير. شكرا لك زينه، اهلا وسهلا فيك. شكرا.